السلام عليكم طلابي الحلمين، طلاب الصف السادس. ستنور معاكم في درس جديد من دروس القراءة العربية. إن شاء الله اليوم راح ناخذ صفحة 48، التدريب على القراءة الصامتة. لاحظ عزيزي الطالب، اقرأ لنفسك. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لاحظتم كل ما نحكي عن قول معين نخلي النقاط الاثنين. فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه، يعني عندنا الدال على الخير كفاعله اللي يدل على فعل الخير وعمل الخير يأخذ أجر الفاعل. وقال أيضا عليه السلام، لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة، ومما نسب إليه في الحكمة نفعنا الله به. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، غني كل من يقنع فقير كل من يطمع. عدنا الخط، اكتب بخط واضح في دفترك 5 مرات فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر شر منه. طلاب الحلوين، تقرون الموضوع مرتين إضافة إلى كتابة هذا الموضوع مرتين على دفتر القراءة مع كتابة الخط 5 مرات أيضا على دفتر القراءة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.